اللغة العربية لغة صعبة 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 جدا، صحيح؟ لا. سبحان الله، أنتم تعرفوا اللغة الفرنسية. لماذا تعرفوا اللغة الفرنسية؟ واللغة الفرنسية صعبة. واللغة العربية يعينك الله سبحانه وتعالى على عليها على تعلمها. لماذا تتعلم اللغة الفرنسية ولا تتعلم اللغة العربية؟ مع أن اللغة الفرنسية أفضل أو اللغة العربية؟ الآن هذا جزاه الله خيرا، الآن يترجم لي. نعم. أنا إيش أقول له؟ بعد ينتهي من الدرس من الترجمة. ايش اقول له؟ بالفرنسي مرسي؟ اعوذ بالله، كيف مسلم يقول لي مسلم مرسي؟ كيف؟ اين هذه مرسي هذه؟ ماذا يحصل له؟ هذا يقول ما الفائدة؟ انا اترجم الان لك نصف ساعة او ساعة الا ربع وبعد هذا تقول لي مرسي؟ ينزل بلايني تنبتوى عزكو après dans cette je voulais me nakawe merci l'été merci ino valsoa ايش اصنع بها يمزغري لاني وي لي ميرسي لكن لو قلت له جزاك الله خيرا عند نفكوس راوتي زم تنم نكاوي الله ني هانكا شيتكا لي فانانو فانو تراديكسيون يو هذا ابلغ في الثناء يوف لايني زلي عمبوني فاليرا كوكوا عيب ان المسلم يقول اخي مرسي هين اتنا باراكا والاسلام انترا اسلام زين فلام ناموي مرسي ليتين مرسي زين رزنا هين اتا او في الصباح يقول له ماذا تسألهم انت ايش لك علاقة نعم في الصباح ايش يقول له نعم اما رنين زين ينرا تكون فلان أو في المساء أو في أي مكان وقت يلتقي بأخي إيش يقول له؟ ناوي فلكان را رفانو فلين أمرا لانو زي إن را تكون فلان بنجو؟ عيب والله عيب هين تنا برا مسلم؟ وإسلام عندي فلنغ را كرازي حتى باللغة الملقشية الآن لا يصح أن يقول له سلام خطأ لكزيس كم تين غاز بلايني أتسكت تكون نغام بياسة دي سلام سلام يو يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة 30 حسنة أتذكر بلان تكون من بيات اللي تين نبينار فمنان و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب نتين كل عز بلان تحية من في ربنا نزم زو تحية من أهل الإسلام يو بلان في ربنا وان فوق بين الإسلام إذا نترك اللغة كل لغة حتى الألفاظ هذه اليسيرة نتكلم بها جزاك الله خيرا السلام عليكم نعم فأتكلم بلان تكن مفيك شو في بيسانا لتين نبنار فمنان جزك ويرومو زي مدين دين كي تكن بيسانا دبنان ويجزاك الله خير إن شاء الله إن شاء الله روز تحزان يعني لابد هذه الألفاظ التي وردت في الشرع بالعربية نتكلم بها بيننا بالعربية. كارو تير ما زين فلازن لنا إسلام عبرو فلان توكنا بيسيتيكا بيارتيكا فينا تيكا.